الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة الأسوة والقدوة اللي معانا تابعي جليل، إمام من أئمة الحديث، أبو عبد الله يونس ابن عبيد. ده كان في القرن الثاني الهجري، وإحنا مش هنتكلم عنه النهاردة كأنه رمز من رموز العلم، إنما هنتكلم عنه في جانب تاني من حياته. كان تاجر، كان عنده محل بيبيع فيه الثياب. جاءه رجل يشتري ثوبا فقال له أريد ثوبا ب400 درهم، يعني زي ما احنا بنقول كله كده، نروح نقول له أنا عايز حاجة في حدود المبلغ الفلاني. فقال له عندي ثوب ب200 درهم. فقال له لا. ثم انصرف، جاء وقت الصلاة، ذهب يونس لأداء الصلاة، يعني حتى تجارته وشغله وحياته ما تمنعوش أن يؤدي الصلاة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. لما رجع إلى محله وجد أن أحد الموجودين في المحل من الذين يعملون معه قد باع هذا الثوب ب400 درهم، فذهب يبحث في الأسواق عن المشتري. تخيل، مش يقول له أنت أحسنت أنك بعت السلعة بالضعف وكلام من ده، لا، قال له لا، المبلغ اللي أنت أخذته ده أكتر من حقنا. حتى وصل إلى المشتري وقال له يا هذا، لقد اشتريت هذا الثوب بكذا وثمنه كذا، خذ باقي هذا المبلغ لك. أسوة وقدوة، خاصة في الزمن اللي احنا فيه، في ناس عايزة تغتني بالحرام، في ناس بتتاجر بالأزمات اللي ممكن يكون فيها المجتمع، في ناس بتحتكر الطعام اللي الناس محتاجاه، ده ممكن يحتكر لبن الأطفال اللي الطفل الصغير بيبكي وعايزه ووالده أو والدته مش عارفين يجيبوه له. الاحتكار ده سبب من أسباب اللعن، واللعن يعني أن يطرد العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا المحتكر ملعون. بلاش نتاجر بأوجاع الناس، بلاش نتاجر بظروف الناس. وإحنا في رمضان بنقول عايزين نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى الصائم ده يأكل الحلال ما يأكلش الحرام، اللي عايز دعاءه يستجاب يأكل الحلال. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ويكلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال رجل من الناس، ربما يكون حال بعض الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، والمسافر ده دعوته مستجابة، يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يعني مسافر وبيلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء ويقول يا رب يا رب، وهيئته هيئة المسكين. كل دي أسباب من أسباب الإجابة، لكن يقول صلى الله عليه وسلم ولكن ملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. عايز تعرف انت بتدعي ليه ومش بيستجاب ليك، راجع نفسك، راجع احوالك، راجع تجارتك، راجع مالك اللي انت بتاكل منه، اللي انت بتأكل منه اولادك. هذه القدوة او هذا القدوة الذي كان معنا اليوم ابى ان يأخذ مالا زائدا على سلعته التي يبيعها، مع ان المشتري خد السلعة ومشي، وممكن يقول ده خلاص هو قابل وخلاص يعني الموضوع انتهى، لكن ورعا منه وتحفظا وتحرجا أن يدخل إلى بطنه أو إلى جوفه أو إلى جوف أولاده درهما حرام، اقتضى الأمر أن يذهب ويبحث عنه ويرد له الباقي من ماله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على سيدنا رسول الله.